فمشاهدي قناه شفت في انا مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. فحاليا مباراه الرجاء البيضاوي ضد اولمبيك اخرين الرجاء الرياضي اللي كيلعب في الجوله 25 هنا بمركب محمد الخامس. غريب في الامر مشاهدي كان احنا كنعرفوا فالماتشات لا ديال الوداد لا ديال الرجاء، فراه كنشوفوا شوارع كازا خاوية، كنشوفوا كذلك مقاهي خاوية اثناء اجراء المقابلة. اليوم في العكس تماما، اليوم قدروا نقولوا على غير العادة، مقاهي كازا عامرين، يعني حماس كيتنتقل من المدرجات مكانة الى مقاهي كازا. علاش نفسوا؟ علاش طبيعة الحال فارا جماهير الرجاوية تحت قيادة لوزوترا فارا قرروا انهم يقاطعوا المباراة، يقاطعوا الجولة 25 من البطولة الوطنية ضد اولمبيك فريبكا. الشيء اللي استجبت ليه مجموعة من الجماهير الرجاوية وقررت حتى هي تشارك في هذه المقاطعة. نشوفوا دابا الاجواء هنا في كازا، كنشوفوا الدنيا عامره، كنشوفوا الاجواء نقدروا نقولوا الحماس فانتقل من المكانه ومن مدرجات مركب محمد الخامس الى مقاهي كازا كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر. بعد مقاطعه جماهير الرجاء المباراه تدخل برسم الدوره 25، مقاهي كازا عامرين بالمشجعين وحماس خاص داخل المقاهي. نقدروا نقولوا مشاهدينا الكرام، فجات هذه المقاطعة خصوصا نقدر نقول بعد نتائج سلبية للفريق، بعد مجموعة من المشاكل اللي عاشوها جماهير الرجاء خصوصا في مباراة ضد الأهلي المصري، الشيء اللي خلاهم أنهم قاطعوا المباراة السابقة ضد المغرب الفاسي اللي انتهت بهدفين لصفر. المباراة انتهت بهدفين لصفر. اليوم ماتش مع تقريبا 5 قد جماهير عفوا قررت انها تقاطع كذلك ماتش قريب دونور، يعني تشوف صورة ديال دونور خاوي دونور ماشي هاكاش عودنا على دونور، عودنا على دونور انه يكون عامر لا في ماتش ديال الوداد لا في ماتش ديال الرجاء بكل صراحة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنى صراحة بكل صدق، نتمنى بصدق أن جماهير الرجاء رجعت تأسس فضاء مركب محمد الخامس، جماهير الرجاء اللي عارضة اللي كبيرة تبارك الله، الرجاء اللي فرقة كبيرة، الرجاء اللي خاصها ترجع للقيمة ديالها. نتمنى أن جماهير الرجاء ترجع تأسس فضاء مركب محمد الخامس باقي الجولات، ونتمنى كذلك أن الرجاء الرياضي يرجع للقيمة ديالو ويرجع لما لا عرفت ما يكونش منافسات افريقيه في دوري ابطال افريقيا. نتمنى انه يرجع بقوه باذن الله تعالى، فراحنا كنكونوا محظوظين ملي كنشوفوا فرق كبار كالوداد والرجاء ليش ملاكي الى اخره انهم كينافسوا دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، فراه خصوصا بعد الانجازات اللي قدمها المنتخب الوطني وكره القدم المغربيه مؤخرا كنشوفوا ان عندنا وزن في افريقيا، وعندنا وزن من شحال هذه، ولكن في السنوات الاخيره كاين الخدمة، ونتمنى هذه الخدمة تكون بإذن الله كتشمل حتى الرجاء الرياضي. مشاهدينا الكرام حاولنا نقرب لكم أكثر من الأجواء، على غير العادة كنشوفوا جماهير أو كنشوفوا الطريق خاوية بكل صراحة أثناء إجراء المقابلة، والمقاهي خاوين اليوم العكس، مقاهي عامرة الطريق عامرة أثناء إجراء مقابلة الرجاء ضد أولمبيك فريبكا، الرجاء الرياضي ضد أولمبيك فريبكا في هذه أثناء مباراة مركب محمد الخامس.